ازيك يا حبيبي، كويس. مالك؟ في ايه؟ ماليش. مالك بجد؟ هيكون مالي؟ هو انت عملتي حاجة تضايقني؟ طب اقفلي يا دكتور، انا شكلي كده فهمت في ايه. مع السلامة. وسعي يا زومبا، عايز اقعد. ما توسعي يا زومبا، في مالها دي؟ ما بكلمها بتردش ليه؟ اهدى بس يا يوسف، اهدى يا حبيبي. ايه، هتتخانق مع زومبا؟ هتتخانق مع روبوت؟ مش انت على طول بتقولي ان دي حتة حديدة يا يوسف؟ والله يوسف برضو، يعني انت شايفاها ما بتردش ومعندة ومش راضية تقوم وبتقولي يوسف؟ طب معلش يا حبيبي، حقك عليا. قومي يا زومبا يلا عشان يوسف يقعد. يقعد في اي حتة تانية. طب انا بقى هقعد هنا غصب عنك يا زومبا. لو تقدر قومني. طب اتصرفي بقى معاها انت يا سارة. طب خلاص اهدى. زومبا قومي روقي لي الدولاب. اوف، حاضر. شفتي؟ شفتي خبطتني قصدي ازاي؟ ممكن افهم بقى في ايه؟ مفيش. امال مالك يا جو متغير كده ليه؟ انت شايفه اني متغير؟ اه. طب هو انت عملتي حاجه تخليني اتغير؟ لا والله. طب تمام، يبقى انا مش متغير. انت اصلا لو كنت مهتمه كان زمانك عرفتي لوحدك. طب معلش يا حبيبي، ايا كان اللي مضايقك ما تتضايقش. والله انت فاكره بقى ان انت هتقولي لي اي كلمتين وتاخديني على قد عقلي والموضوع يعدي عادي صح؟ يا يوسف، ما انا عماله اسالك مالك وانت عمال تقولي مفيش. خلاص خلاص مش مهم. الو، ايه يا لول؟ لول، ايوه يوسف. ايه عامل ايه يا حبيبي؟ انا تمام الحمد لله. انت فين؟ انا في البيت. انت اللي فين؟ هكون فين يعني يا يوسف؟ انا في الشركه. انت جاي امتى؟ مفيش، هقوم كده اشوف اي حاجه البسها وباجي. طب بقول لك ايه، لبنى هنا. بجد والله؟ طب سلم لي عليها جدا. انتوا اخباركم ايه اليومين دول مع بعض؟ كويسين ولا ايه؟ يا حبيبي الرحراحه اللي انت فيها دي، بقول لك لبنى هنا وبتقولي ان انت مديها ميعاد ومتفق معاها يعني. ايوه صح، يا نهار ابيض على قله الذوق. طب بقول لك ايه، اعتذر لها وقول لها ان انا هقوم البس واجي على طول دلوقتي. يا حبيبي ماشي، اعتذر لها. حاضر. ممكن افهم انت مديها ميعاد ليه؟ لا لا لا، دي مفاجاه. مفاجاه؟ سلام. ربنا يستر. ممكن اعرف انت يومك ماشي ازاي النهارده؟ مفيش، كنت بفكر اروح الكوافير وبعدين اخرج مع اصحابي. والله يعني انا يطلع عيني طول اليوم في الشغل وانت رايحه تخرجي وتتفسحي مع اصحابك؟ تمام تمام. ايه يا يوسف، في ايه؟ ما انت بتقعد في الشغل لحد وقت متاخر. طب خلاص مش هخرج مع اصحابي. لا لا ازاي، وانت تيجي على نفسك ليه؟ اخرجي انت تتفسحي مع اصحابك وانا هخلص شغل وارجع ترمي في البيت لوحدي. بعد اذنك. ازيك يا نوني؟ ايه نوني؟ ابي يا سي يوسف، ست سارة تسمعنا. ماشي، انا كنت داخل بس بصراحه قلت اجي اعتذر لك عن عصبيتي معاك الصبح. انا اسف، انا بس كنت متضايق شويه. لا حصل خير، مفيش اي حاجه. طب بقول لك ايه، يلا حضر لنا الفطار بقى. هعمل لك احلى فطار عمرك ما دقته قبل كده. لا تعملي لي ايه، احنا هنفطر كلنا مع بعض النهارده. لا ازاي، ما يصحش يا سي يوسف. ليه ما يصحش؟ لا يصح. وبعدين بقول لك ايه، انا عايزك بقى بعد كده تقولي لي يا يوسف عادي، بلاش سي يوسف دي. اصل يعني قولي. ها هتيجي اهي. مش طالعه. طب بقول لك ايه، انا هعمل لك انا الفطار النهارده. لا ازاي بس، دوقي بقى الفطار من ايدي وقولي لي ايه رايك. يا خبر ابيض، يعني ما يصحش برضو يعني. لا لا لا، دوقي كده. لا اصل ما يصحش يعني. لا اكلي ايه، مش القصد بس يعني. مش هو في، انت ما بتاكليش ليه؟ انت قرفانه ولا ايه؟ على فكره انا غاسل ايدي. لا والله ابدا. بقول لك ايه، هاتي، انا غلطان ان انا بصالحك اصلا، اهو الاكل. قرف. انت عضيتيه ولا ايه؟ معرفش بقى ماله. استني يا نوني، انا اللي هفتح. مين؟ انا جيجي يا جو. جيجي ازيك، عامله ايه؟ لا اوعي تقولي لي انك ما جبتيش زياد معاكي. يا ربي، اتفضلي يا جيجي، والله ضايقتيني. اتفضلي اتفضلي. هو في ايه؟ عامله ايه؟ اكلتي؟ لا لا ما اكلتيش، يبقى تيجي تفطري معايا بقى. تعالي فطار هيعجبك قوي قوي. او ايه ده؟ ايه انت في حاجه متغيره في شكلك النهارده؟ في ايه؟ لا في حاجه حلوه في شكلك، مش عارف. لا مش عامله حاجه. لا شكلك احلى، صح يا ساره؟ شكلك احلى النهارده. لا جيجي اوعي تكوني بتروحي بقى لحد من دكاتره التجميل اللي بيلعبوا في الوش دول، لحسن الحاجات دي بتبوظ الدنيا قدام جامد. لا والله ما بروحش لحد. هو في ايه يا ساره؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ في ايه من ساعه ما دخلتي؟ مش عايزه تقولي انت عملتي ايه، ما تقوليش. هو انا هحسدك؟ القرف بتاعكم كلكم ده. طب بص، سيبك من كل اللي فات ده، نخلينا في الكاجوال ولا نرجع للفورمال ولا نعمل ايه؟ بس نروح الشغل. ماشي، وانا بلعب، ما انا بلبس بقالك ساعه. عادي، انا اصلي حاسس ان انا عايز شكلي يبقى حلو النهارده.
انا بس مشكلتي في ده ان هو متخني شويه. مظبوط جدا بجد والله. طب بقول لك ايه، خد صورني كده. اوكي اتفضل. ايه ده؟ لا 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 ده انا شكلي وحش قوي. استنى استنى ما نحط اي فلتر كده يلغوش. امسك كده. انت مين؟ انا مين ايه يا لذيذ؟ انا جو. مش باين من الفلتر. لذيذ بقول لك ايه، صور وخلص ما تصدعنيش. اوكي اتفضل. دي حلوه دي. استنى بقى انزلها ستوري. Today's outfit. بقول لك ايه، تعال احنا كمان ناخد سيلفي بالفلتر ده جامد قوي. متاخرين. يلا بس يلا اضحك. اوكي جامده، هنزلها ستوري دي كمان. اعمل لي منشن. بس بقول لك ايه، الاوتفيت ده كده اتحرق في الستوري، اغير تاني ارجوك. يلا